اللي تعبنا قوي معاهم، اللي لما بيغلطوا كبرهم يقولوا برضون، ده لو قالوها يعني. ايه هي الابراج دي وازاي نتعامل معاهم وايه ترتيبهم كده، ويا ترى مين اللي هيكون الطب بتاعهم العملاق بتاعهم؟ يلا بينا. برحب باجمل ناس واجمل عيله في الدنيا، وبقول اللي لسه جديد وبينضم لنا يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وطبعا اللي لسه ما اشتركش كمان في القناه يشترك طبعا عشان نفضل متواصلين مع بعض، وكمان ما ينساش ان هو يضغط على الجرس عشان يوصل له الاشعارات. حلقة نزلت في المنتدى واخدت اعلى تصويت، وكالعادة مثبت في اول تعليق رابط يدخلك المنتدى عشان لو انت ما انتش عارف، وازاي تشاركنا بعد كده بارائك وبتصويتاتك. وكمان مثبت بقى في رابط الانستجرام، اللي لسه ما عملليش فولو انا مستنيهم هناك يعملوا لي فولو، واللي لسه ما ردتش عليهم على الانستجرام ما يزعلوش مني، هرد عليهم عاجلا ام اجلا. ويلا ندوس لايك عشان نوصل الحلقه لكل الناس، وتعالوا بينا نبتدي بالمركز ده 12. الابراج اللي بتغلط في حقنا وبيمنعها كبريائها ان هي تعتذر. في المركز ال 12 برج الحوت ما عندوش اي مشكلة لو هو زعلنا في حاجة او حس ان هو غلطان ان هو يعتذر. برج عنده يعني الدنيا سلسة، ما بيحبش المشاكل، وعنده كتير من الاحتواء يقدر يقدمه للطرف الاخر، ومن اجمل الحاجات اللي فيه لو اقتنع فعلا ان هو غلطان ما عندوش مشكلة ابدا ان هو يعتذر. وعشان كده بيجي معانا في المركز ال 12. اذا برج الحوت في النقطة دي مفيش اي مشكلة معاه. نعلى مركز واحد فناخد برج الجوزاء الهوائي اللي بيجي في المركز ال11. نفس الكلام، برج الجوزاء ما عندوش مشكلة ابدا في تقديم الاعتذار باي شكل من الاشكال لو فعلا ايقن ان هو غلط والموضوع يستحق الاعتذار. ودي حاجة جميلة قوي سواء في الحوت سواء في الجوزاء. وبيشترك معاهم يعني برج الدلو اللي بيجي في المركز ال10، وعارفين كلنا ان هو واحد من اكتر الابراج تسامحا، فأيضا من الأبراج اللي ما عندهاش مشكلة في تقديم الاعتذار إذا حست إن هي أخطأت في أحد ما. المركز بقى التاسع، فما عندناش مشكلة أيضا مع برج القوس الناري إذا شعر إن هو أخطأ في حق أحد ما إن هو أيضا يقدم له الاعتذار. ولكن صراحة عشان نكون منصفين، برج القوس أصعب من الثلاث أبراج اللي إحنا قلناها دي، لأنه عنيد شوية. حتة العند عند برج القوس يعني شوية ممكن تخلي الموضوع فيه كعبلة، ولكن ما يصنفش أبدا برج القوس من الأبراج اللي ممكن تغلط في حد وتقول لا مش هعتذر. إذا وجب عليها الاعتذار ممكن يكون سهل عليها، ما يكونش صعب، ولا سيما مقارنة بالأبراج اللي هتيجي بعد كده. احنا لما نطلع لفوق هناخد تعقيدات معقدة زي اللوغاريتمات بالظبط، مش هنعرف ان احنا نحلها، وداخلين عليهم دلوقتي. وكل ما بنعلى وبناخد مركز أعلى بناخد برج وشخصية أصعب وأشد وأقوى في الموضوع ده. تعالوا بينا نتعرف على صاحب المركز الثامن. في المركز الثامن بقى، إذا كان برج الميزان برج عادل، فهو واحد من الأبراج والشخصيات اللي بتشوف إن الاتزان والاعتدال هو أفضل شيء وفي كل شيء. رغم ان برج الميزان يعني عنده حتة عند شوية كده، وعنده حتة ساعات بيسوء شوية في العند وبيركب الكبرياء بتاعه، ولكن ايضا هو من الابراج اللي ما نقدرش نقول عليها ابراج عنيفة ومعقدة في موضوع زي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. برج الميزان سياسي، ومادام هو سياسي اذا الاعتذار هتلاقيه احد الصفات اللي هو او احد الاشياء اللي بيتعامل بيها باستمرار، لان الاعتذار احيانا بيكون واجب عشان ما تخسرش طرف ما او عشان ما تضيعش فرصة معينة من ايدك. ولذلك اصعب الابراج واكتر الابراج اللي ممكن تخسر ناس وتخسر اشخاص وتخسر حاجات كمان وممكن تكون كويسة، هي الابراج اللي هتيجي معانا في القمة. برج الميزان بيفهم الحتة دي، ومن هنا بقى بتأتي البداية بتاعته، ان هو واحد من الابراج اللي ايضا ممكن ان هي تقدم الاعتذار اذا شعرت ان هي اخطأت، لانه جزء لا يتجزأ من قدرة البرج ده على السياسة الكبيرة قوي اللي بيتمتع بيها، اللي حرفيا صعب على اي انسان انه ينافس برج الميزان في حاجة زي كده.
العذراء اللي بيجي معانا في المركز السابع يعتبر بمثابة نقطة الفصل في الموضوع ده، بمعنى الأبراج اللي جت قبله دي كلها يعتبر مفيش مشكلة كبيرة أوي بتواجهنا معاها في الموضوع ده، بينما اللي هيجوا بعده كلهم أبراج معقدة جدا، وده يعتبر موضوع حلقتنا معقدة أشد التعقيد بسبب الأنا العالية أو الكبرياء العالي أو الحساسية الزيادة عن اللزوم. إلخ بقى عد زي ما تعد، كلها عوامل بتجعل منهم أبراج صعبة جدا في تقديم الاعتذار لأي سبب كان وبأي طريقة إن كانت، بينما برج العذراء هو أكثر الأبراج اللي ينطبق عليه مقولة في منطقة وسطى في الموضوع ده، يعني ولا هو كويس أوي وسهل أوي في الموضوع ده، ولا هو معقد أو نقدر نقول عليه يعني ماشي الحال الدنيا تمشي معاه. بينما في المركز السادس بقى عشان نلتقي بواحد من أعنف وأشد الأبراج وأقلها حرفيا في تقديم الاعتذار حتى لو كان غلطان، هو برج السرطان المالي. حساسية مفرطة عند برج السرطان وفي شخصيته بتجعل منه برج صعب جدا عليه ان هو يقدم الاعتذار. هي مشكلة مع برج السرطان في تقديم الاعتذار، وانا عايز اقول لكم على حاجة، كل الابراج وكل الشخصيات ما تكون ذكية ما بتقعش في النقطة دي قوي، لاننا زي ما قلنا في بداية الحلقة الموضوع ده ممكن يخسرها ناس ويخسرها حاجات كتير قوي، فتلاقي الابراج دايما من العوامل الكبيرة والمؤثرة في موضوع الحلقة ده الذكاء، يعني من العوامل اللي ممكن تخلي الابراج تقدم الاعتذار لما تكون الابراج او الشخصيات دي ذكية وبتعرف ان انت تكسب اللي قدامك، بتعرف كمان تضحك على اللي قدامك زي ما احنا بنقول بتعرف تمشي امورك. بينما في المركز الخامس اشد حرفيا واكثر تعقيدا وتعقيدا بنسبة كبيرة قوي هو برج الثور الترابي. مش اي حد هنعتزله ومش على اي حاجة هنعتذر، وتقريبا ممكن ندور في قاموس برج الثور الترابي ما نلاقيش اي بند مذكور فيه كلمة اعتذار. عند برج السرطان وعند برج الثور من العوامل المؤثرة والكبيرة قوي واللي بتلعب دور هام وحساس قوي في الموضوع ده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. دلوقتي داخلين على المركز الرابع والأربعة القمة في موضوع حلقتنا دي، وزي ما تعودنا توقعوا معايا واكتبوا لي تتوقعوا مين يكون المركز الأول متصدر الترتيب وأعنفها وأشدها في الموضوع ده. اكتبوا لي، انتوا عارفين ان انا بقرا غالبا كل تعليقاتكم وكمان بتعرف عليكم من خلالها. حد توقع مين في المركز الرابع؟ هو برج العقرب المائي. برج العقرب المائي الأنا عالية عالية جدا فوق ما تتخيل، أيضا من الأبراج الحساسة حرفيا ومن الدرجة الأولى والعنيدة وبشكل كبير أوي، اللي عندها حب امتلاك واللي واحد من الأبراج اللي بتشوف مفيش حد زيه. ما هو الأبراج دي بقى من أول العقرب كده للمركز الأول أبراج في شخصيتها حتة أنا ما تقارنش بحد ومفيش حد يشبهني، ودي مشكلة كبيرة أوي بتأثر عليهم أوي في حاجة زي كده. ومدام الأبراج دي كده فيبقى عندها فلسفة هو مين اللي أنا ممكن أعتزله؟ مين ده اللي يستحق إن أنا أقف قدامه وأعتزله أو أقول له إن أنا آسف؟ مين ده؟ بتدور ما بتلاقيش حد يستاهل الكلام ده أو ممكن إن هي تقدر تعمل معاه الكلام ده. ده من وجهة نظرها أشد وأعنف منه صاحب المركز الثالث معانا برج الحمل الناري، سواء رجل أو امرأة طبعا الكلام للطرفين. كبير برج الحمل لو فكر ان هو يعتذر كلمة اسف دي صعبة ان هي تتقال، ممكن كلمة باردون، ممكن كلمة سوري اكسكيوز مي، ممكن الكلام ده وتبقى طالعة من مانع المانع. اذا تقديم الاعتذار عند الابراج دي تحديدا فكرة غير مطروحة بالمرة، للأسف شخصيتهم كده ولازم نتقبلهم وهم كده. ممكن ان هم يعتذروا في بعض الاحيان اذا لزم الامر، ولكن هم اعنف واصعب الابراج في تقديم الاعتذار في حاجة زي كده وفي اي موقف ممكن انت تتعرض له. لازم يكون موقف كبير قوي وغلط كبير قوي وهو باقي عليك قوي واضطر ان هو ممكن يعتذر لك، غير كده صعب ان انت تلاقي ده الدارج وده المعتاد من الابراج دي وانت بتتعامل معاها. انا قلت لكم في البداية هتعملوا ايه معاهم، ده هنقوله في اخر الحلقة. بشوف نفسي انا الزعيم او انا الملك، اذا انا يعتذر لي ولكني لا اعتذر لأحد. ده حال برج الأسد اللي بيجي معانا في المركز الثاني وفلسفته
في الحياة. ولذلك أنا عايز هنا حاجة ممكن نستنتجها أوي، الأبراج اللي هي القمة معانا في الموضوع ده لو بتعتذر ليك صدقني أعرف إن أنت حاجة غالية أوي عندها وهي باقية عليك أوي. أيضا فلسفة الاعتذار عند برج الأسد تكاد تكون غير موجودة بالمرة. بيتشابه على فكرة الأسد والحمل من أكتر الأبراج اللي ممكن تحس إن في تشابه بينهم في الصفات، عنيف جدا وصعب جدا في الموضوع ده للأسف. أيضا برج الأسد، وأنا عايز أقول لكم هنا نقطة، الأنثى هنا بقى أعنف من رجل الأسد وبمراحل. بينما متصدر الترتيب اللي بيجي على رأس الأبراج كلها في الموضوع ده اللي تقريبا نسي إن في حاجة في اللغة اسمها كلمة آسف، أو نسي إن في حاجة اسمها تقديم اعتذار، فهو رجل أو امرأة برج الجدي الترابي. هو أكثر وأعنف وأشد وأصعب الأبراج في تقديم الاعتذار أيا كان. الأبراج اللي جت معانا في القمة دي إذا فكرت إن هي تعتذر غالبا بتعتذر بشكل غير مباشر، وهنا بقى الإفادة اللي احنا عايزينك تاخد بالك منها. انت لو بتتعامل معهم ما تنتظرش ان كل غلطة هيجوا يعتذروا لك بشكل مباشر ودايركت كده، لا، بس ممكن افعالهم تعبر عن الاعتذار ده بنوع من انواع بقى الكبرياء العالي قوي، لان طبيعتهم كده وبتبقى صعبة عليهم. في ابراج في حاجات معينة كده بتبقى صعبة على نفسيتهم، زي ابراج ما تعرفش بالسهل ان هي تقول لحد بحبك، زي ابراج ما تعرفش ان هي تسامح او تنسى بسهولة، ايضا في ابراج ما بتعرفش ان هي تعتذر بسهولة. تعمل ايه لو انت حظك وقع مع واحد من الابراج دي وانت بايع عليه، او حظك ومجبر ان انت تتعامل معاه؟ اولا ما تنتظرش منه تقديم اعتذار بشكل مباشر او بشكل سريع، ولكن اعرف ان هو ممكن لو باقي عليك فعلا يعتذر لك بشكل غير مباشر. حاول ان انت تتقبل الفلسفة دي لانها فلسفته في الموضوع ده، لازم تكون عارف كده عشان ما تناطحش الابراج دي في حاجة صعبة جدا على نفسيتك، وبالتالي تدخل في صدام مباشر معاها ممكن يخليكم في النهاية تخسروا بعض. دي انسب نصيحة ممكن نوجهها لك في الموضوع ده. اما لو انتوا الابراج بقى، انتوا الاتنين يعني من الابراج القمة في الموضوع ده، فلازم واحد فيكم يتنازل للتاني، والا هتبقى حرب محدش هيقدر يتدخل بينكم. في النهاية اتمنى الفيديو ده يكون افادكم، محاولتش ان انا اطول فيه على قد ما اقدر، رغم ان انتوا قلتوا طولوا مفيش مشكلة، اكتبوا لي اراكم، تعرفين ان انا بقرا كل تعليقاتكم وكمان بتعرف عليكم من خلالها. ويلا بينا بقى على المنتدى عشان تختاروا وتصوتوا معايا على حلقة يوم الجمعة القادمة، واللي نسي ان هو يتابعني على الانستجرام يتابعني، انا مستنيه هناك، وهتوحشوا.